الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك العظيم، بعد القبول منا هدية مباركة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وإلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وأصحابه وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين، وإلى حضرات المدفونين في هذه البلدة وحولها من الأولياء والسادة وأهل الخير كلهم. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقوقهم وبحق هذا الشهر العظيم نسألك أن تغفر جميع ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأساتذتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومن تعلق بنا، من أطعمنا، من أحبنا، ومن أعاننا وأعان معاهدنا ومعاهدنا هذا، من له حق علينا، من أوصانا بالدعاء. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وكسبنا وتجاراتنا في سائر أمورنا وفي مجالسنا ومجلسنا هذا وفيما نتوجه إليه بركة دامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعل في كل أمورنا وأمور معاهدنا فرجا ومخرجا وفتحا قريبا يا فتاح يا عليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.